لا حديث داخل نادي الزمالك، حتى في التقرير اللي انا زعته من شويه للجماهير العموميه، الناس زعلانه جدا. كان معايا محمد جمال من شويه بيتكلم عن المرتبات وعن الفرق الرياضيه، المعاناه. واضح جدا ان في المشكله مأثره بشكل كبير جدا على اجواء نادي الزمالك. انت رئيس المنظومه الاعلاميه، فانت يعني زي ما بيقولوا اهل مكه قدر بشعابها، زي ما بيقولوا انت لامس الموضوع جوه النادي. احكي لي اكتر واكتر عن الاجواء داخل النادي، وما الذي لا يتغير حتى هذه اللحظه داخل نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن اقول لك المستشار مرتضى منصور يمكن في حيره من امره، يعني الراجل بيبذل قصارى جهده عشان يمشي السفينه بتاع النادي، عشان يدير النادي، عشان يوفر الموارد لجميع الفرق، سواء كره قدم او سله او طايره او يد او غيرها او غيرها او غيرها، عشان يوفر المرتبات بتاع الموظفين اللي هي المفروض بتتصرف اول كل شهر. الراجل يمكن كان بيتكلم في النادي، بيتكلم مع الاعضاء اول امبارح، وبيشرح لهم الوضع كاملا، الوضع ان الزمالك في كارثه، الزمالك في مأزق. ولما هو قال ان القادم اسوأ، هو ما كانش بيقولها من قبيل التشاؤم ولا حاجه، ولكن هو بيشرح وضع شرحه على مدار اسابيع في قناه نادي الزمالك كله بالمستندات. وللاسف الشديد يمكن ما فيش اي استجابه، يعني مفيش اي استجابه، لدرجه ان انا يمكن انا قلت في الحلقه اللي فاتت، قلت يعني ناقص المستشار مرتضى منصور يمسك ميكروفون ويمشي في الشارع ويقول يا جماعه الزمالك في كارثه، الزمالك في ازمه، الزمالك محجوز على امواله. يعني يبقى عندك ملايين، عندك ملايين، يمكن في خلال من شهر اتنين لحد دلوقتي الزمالك في عن طريق المستشار مرتضى منصور قدر انه يحقق موارد كتيره جدا، قدر انه يكون عنده فائض يمكن حوالي 52 مليون جنيه فائض في الميزانيه بتاعته، موجود ملايين لصالح نادي الزمالك في البنوك. الملايين دي هتمشي كل الامور بتاع النادي، ولكن للاسف الشديد مش قادر ان هو يسحب منها حاجه لانها محجوز عليها، سواء في بنك مصر او باقي البنوك اللي موجوده. لان الشخص اللي هو بنتكلم عليه اللي هو ممدوح عباس لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، زي ما بيقولوا صم بكم عمي فهم لا يعمون، يعني مفيش حاجه خالص، مفيش اي استجابه، رغم ان هو عارف ان هو خد فلوسه دي اربع مرات. في ناس بتقول لك ان هو مثلا المفروض ان هو يتصرف، او ان هو مثلا يتم جدوله الفلوس بتاعته. طب انا هجدول ازاي؟ يعني هجدول فلوس اصلا هو واخدها؟ يبقى ده اهدار للمال العام. يمكن املنا كبير جدا يوم الاربع الجاي في الاستئناف المقدم من المستشار مرتضى منصور لمحكمه الاستئناف في عابدين، املنا ان كل اعضاء نادي الزمالك اللي هم مهتمين بالنادي ان هم المفروض يكون موقفهم موقف ايجابي، ان هم يكون موقفهم ان هم واقفين ورا اداره النادي، ان هم يتواجدوا في محكمه الاستئناف عشان يقولوا حاله النادي دي ايه، عشان يعني الوضع كارثي جدا. ما فيش حد المسؤولين عايز يتدخل، وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي برضك ما فيش، ولا نسمع له صوتا ولا حس ولا اي حاجه خالص في هذه الازمه. الزمالك نادي كبير، الزمالك نادي الدوله، الزمالك فيه حوالي 300 الف عضو، الزمالك فيه العاب كتيره جدا، الزمالك بيمد لاعيبه بيمد المنتخبات في جميع الالعاب، في جميع الالعاب نجوم الزمالك متواجدين فيه. الزمالك ده نادي عام، يعني نادي محتاج لهذه الملايين عشان ان هو يقدر السفينه تسير. لو الزمالك وقع يا جماعه المنتخبات هتقع، لو الزمالك وقع يبقى خلاص، يبقى مفيش تاني. الزمالك نادي كبير جدا، المفروض كل الناس تقف جنبه، المفروض كل الناس تتكاتف. وانا اتكلمت على رموز، وكنت اتمنى ان انا لما اتكلمت على رموز في الحلقه اللي فاتت قلت ان المفروض رموز الزمالك اللي كل اساميها موجوده على كل جنبات نادي الزمالك، كل الحدائق، كل الملاعب، موجود الرموز دي. فين الرموز دي؟ واقفين مع النادي، رئيس النادي للاسف الشديد حتى الان هو راجل واقف لوحده بيحارب لوحده، واحنا خايفين انه يزهق ويقول لهم خلاص انا يعني هعمل ايه اكتر من كده يعني.